السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أخباركم إيه؟ إن شاء الله مستمرين مع بعض في سلسلة شرح الميكانيكال ديزاين ومكملين مع الجيرز. طبعا قلت لكم قبل كده لما بيجي يصمم الجيرز يا شباب بيصمم الجيرز على إنه كانت ليفر، وطبعا أول واحد اشتغل في الموضوع ده اللي هو لويس، وبعد كده المعادلات اتعدلت باستخدام أجما اللي هي الأمريكان جير مانيوفاكتشرنج أسوسيشن، مؤسسة كده في أمريكا. ضافوا ثوابت كتير جدا وعملوا اكسبيرمنتال وركس وطلعوا الثوابت دي في تشارتس وفي جداول وبدأ استخدام المعادلة مباشرة. انا كل اللي محتاجه منك في السيشن ده تعرف المعادلات اللي اجما بتصمم عليها. عشان اديك بس نبذة كده سريعة، انا عندي اربع معادلات اساسيين هبقى محتاجه، اربع معادلات اساسيين لاجما محتاجه. رقم واحد، المعادلة رقم واحد اللي هي معادلة البندنج ستريس، المعادلة رقم واحد دي انا محتاجها، دي معادلة مهمة جدا جدا جدا، تمام؟ معادلة البندنج ستريس اللي موجودة على السنة بتاعة الترس. معادلة الفتيج بندنج ستريس دي خاصة بالفتيج. وبعد كده بجيب الفاكتور اوف سيفتي، بقسم الالاوبل على اللي بيأثر او الماكسيموم على اللي بيأثر، تمام؟ يعني بحسب ده وده واقسم الاثنين على بعض. الحاجة اللي بعد كده نفس الكلام في المعادلتين اللي بعد كده، برضه هحسب السيجما كونتاكت وهحسب الفاتيك كونتاكت ستريس والفاكتور اوف سيفتي، هقسم الاثنين على بعض. يبقى ده تلخيص القوانين كلها تقريبا، اللي فين اللي في التروس. بس تعال بقى نحسب مع بعض الثوابت. تعال مثلا في معادلة البندنج ستريس، طبعا هما في البداية صمموا على السترينث فاهملوا الفاتيك وبعد كده خدوا الفاتيك في الحساب. الاف تي اللي هو التانجنشال فورس، طب ده طبعا يا اما يديهولك مباشرة في المسألة يا اما بيديك الباور، ده علاقة مباشرة مع الباور، لان الباور بتساوي تانجنشال فورس الاف تي في الفي اللي هو السرعة الخطية، وانت عارف ان الفي بتساوي باي دي ان، الفي بتساوي باي دي ان. شغلنا كله في السيشن ده يا شباب هيبقى اس اي يونتس، وبالتالي هقسم الفي على، هقسم الباي دي ان على 60 علشان اطلع الفي متر بير سكند، متر بير سكند. تاني يبقى الاف تي اللي هو تانجنشال فورس لو ضربتها في الفي يديني الباور، طبعا هو بيديك الباور في المسألة، يبقى كل اللي انت محتاجه تحسب الاف تي، بيديك الباور وبيديك الارب ام اللي هو الان، فانت بتحسب الفي ومن هنا تحسب مين الاف تي. طيب ايه الكي ده؟ ده السيرفيس فينش. اكيد السيرفيس فينش بتاع سطح السنه بيأثر على الستريسز اللي موجود عليه. في عندي هنا شرط كده انا حاطها لك جنبها على طول، تأثير السيرفيس فينش. هو علاقه ما بين هو طبعا بتجيبه بالاس التيميت او الالتيميت سترينث بتاع الماتيريال، يعني مثلا يقول لك الترس ده ستيل او كاست ايرن او اي ماتيريال وات ايفر كانت، يعني انت بتجيب الاس التيميت بتاعتها وبتطلع تخبط في الكيرف، وبعد كده تجيب مين الكي اي. يعني مثلا لو انا قلت لك 600 ميجا باسكال، طبعا الوحدات هنا جيجا باسكال، فاضرب في 1000 يديني ميجا، يعني 6 من 10 في 1000 600 ميجا باسكال. لو قلت لك 600 ميجا باسكال اروح طلع كده خبط في الكيرف اتحرك، ها اقدر اجيب القيمه دي اللي هي ما بين 72 و76 اللي هي تقريبا 74 من 100، 74 من 100 وهكذا. اي قيمه اقدر اجيب، لو انا قلت لك اي قيمه بقى اقل من 400 ميجا باسكال، اي قيمه اقل من 400 ميجا باسكال اخدها بكام؟ ب 8 من 10. اي قيمه اكبر من 1600 ميجا باسكال، الرقم ده كبير جدا على فكره، اي قيمه اكبر من 1600 ميجا باسكال اخدها ب 62 من 100، اسف ب 6 من 10 اسف. خلاص كده، لان الكيرف ده المفروض ان هو مكمل. تمام كده يا شباب. تاني، اي قيمة اقل مني من الاربعة من عشرة اخدها بكام؟ ب 8 من عشرة. اقل قيمة من 1.6 من عشرة جيجا باسكال اخدها ب 6 من عشرة. جميل، يبقى انا حسبت الكي اي. الكي في اللي هو الدايناميك فاكتور او تأثير السرعة. اكيد لو عندي ترس بيلف بسرعة 200 ار بي ام مش زي ترس بيلف بسرعة 100 ار بي ام. اختلاف السرعة بيأثر على الستريسز، تمام؟ وبالتالي ده برضه فاكتور خاص بالتأثير للسرعة على السيجما أو على السترينث بتاع الماتيريال أو بتاعة السنة. الكي في شباب ده اللي أساسا
في ال V داله في الفيلوسيتي، تمام؟ والكي في بتساوي جي. طبعا هي لها اكتر من اكسبريشن، المرجع اللي احنا شغال منه اللي هو اللي انت هتبقى شغال منه او ملزم منه اللي هو الشكل الاس اي يونتس. فالمعادله اللي موجوده في المرجع بتاع شكل اس اي يونتس، مش الشكل الحديث، الشكل اللي هو قديم شويه، بيقول ان الكي في بتساوي جذر 78 على 78 زائد او بلس جذر ال 200 في. الفي هنا متر بير سكند. طب انا احسب الفي ازاي؟ ما لسه قايل لك ان الفي الوقت بتساوي باي دي ان على 60، فانت اوريدي حاسب الفي. احط اجيب مين؟ الكي في. كل ما السرعه بتاعتي بتزيد، المفروض ان الكي في ايه اللي هيحصل لها؟ المفروض انها هتقل، الكي في هتقل، بس لما تيجي تقل في المقام يبقى الاسترس بتاعتي هتزيد، لان في معادلات تانية طبعا مش ملزم بيها بيحط الفي بتاعتي في البسط فبيحسب الكي في، فاوتوماتيك الكي في بتزيد، السيجما بيندنج بتزيد. خلاص كده؟ طيب تمام. مضروبه في واحد على المديول، واحد على الام ده المديول بتاع الترس، وقلت لك قبل كده برضو في بعض السيشنز ان عشان ترسيني عشان مع بعض لازم يكون نفس المديول، والمديول ده ستاندر وموجود. الاف اللي هو الفيس ويتس بتاع السنه، عرض السنه. الكي اس اللي هو السايز فاكتور، زي ما كنا بناخد زمان في الفتيج تاثير السايز او الابعاد بتاعه الجيومتري بصفه عامه او السايز بتاع الماتيريال يعني، على الستريسز. طبعا كنا قلنا زمان كل ما السايز بيزيد مفروض ان الستريسز، ان احتمال وجود، ان احتمال تواجد الامبرفكشنز او الفويدز او كراكس بيزيد، وبالتالي الكيس كل ما بتزيد كل ما السيجما بيندنج بتزيد، الستريسز بتزيد، تمام؟ طيب الكي ام اللي هو اللود ديستريبيوشن فاكتورز، توزيع الحمل على طول عرض السنه، يعني السنه بتاعتي، السنه بتاعت الترس، هل الجير بيتنقل لما اجي اعمل تعشيق ما بين البنيون والجير، السنه كلها معشقه مع بعض ولا معشقه في نقطه ولا معشقه في كام نقطه ولا ولا؟ طبعا كل ما تقل التعشيق كل ما يبقى افضل، يعني انا عايز اللود ديستريبيوشن ما يتوزعش على طول السن، الكونتاكت ما يبقاش على طول السنه كله، وبالتالي بيعملوا حاجه اسمها الكراوند والان كراوند تيس. يعني ايه الكراوند؟ يعني بتلاقي في سنه كده هنا كده بيسموها ان كراوند، وفي سنه تانية سنه بتبقى واخده كيرف كده، ده بيسموها الكراوند، ديت الان كراوند، ديت الكراوند تيس. وبالتالي يا شباب ها الان كراوند تيس بتبقى رخيصه شويه، لان يعني ايه هما يعني بتبقى اسهل في التصنيع كمان، لكن الكراوند او الكراوننج تيس بتبقى مور اكسبنسيف من الان كراوند. طيب جميل، يبقى الكي ام خاص باللود ديستريبيو، طبعا داخل فيه فاكتورز كتير جدا، يعني مثلا مكان الترس فين على العمود اللي هو متثبت عليه، ده له تاثير في توزيع الحمل. اه طبعا، لان بيحصل ديفليكشن على العمود فبيأثر على الشيرنج لود او اللود اللي هيتنقل من البنيون للجير مثلا. رقم اتنين الالاينمنت بتاعت الاعمده مع بعض، كل ما الالاينمنت يبقى فيه مشكله كل ما اللود ديستريبيوشن هيبقى فيه مشكله، وهكذا طبعا. وزي ما قلنا لسه الوقت الفاكتور بتاع اللي هو هل هي السنه كراوند ولا ان كراوند، في فاكتورز كتير جدا متاخده في الحساب، لكن هنا في المرجع جايب لك الايه يعني مباشره جدول بالكي ام. الكي ام صح، فين الكي ام؟ اهو الكي ام، تمام، هو سي ام، يعني الكي ام وسي ام هما الاثنين مسمى واحد يعني. فالكي ام هو جايبه لك داله في الفيس ويتس، في الفيس ويتس يعني بيقول لك هنا مثلا الفيس ويتس بتاعك من 0 ل 50 ولا 150 مللي لو عدي بالملي طبعا، ولا 225 مللي ولا 400 مللي، يعني ايه او اللي عند 400 مللي يعني. العلاقه هنا داله في الايه يا شباب؟ في الاكيورسي بتاعت الالاينمنت بتاعت الاعمده مع بعض، بتاعت الميشنج، بتاعت التروس، بتاعت التصنيع نفسها. خلاص كده؟ لما كل ما كان الترس مور اكيوريت والديفليكشن بتاعه قليل جدا، يعني بريسيجن جيرز، يعني الكليرنس قليله، يعني الديفليكشن قليل، كل ما كانت الكي ام قليله. خلاص كده؟ يعني الاستريسز المفروض بتقل، كل ما في مشكله في اللود ديستريبيوشن الاستريسز هتزيد، تمام؟ يعني هنا بيقول لك مثلا ليس اكيوريت جيرز كونتاكت كروس الفلو فيس، يعني الكونتاكت عندي متوزع على الفيس كله، ده في الان كراوند. في الان كراوند بتتلاقي ان السنه تقريبا كلها بتعشق مع بعض، عرض السنه كله، فبيعمل مشكله في اللود ديستريبيوشن، تمام، او بيزود الاستريسز على السن.
كل ما بتبقى كراوننج كل ما بتقلل الاستريس اللي موجود على السن. خلاص كده يا شباب، يبقى نرجع تاني كده للمعادله، يبقى كي ام الكي اس السايز، والكي اس برضه يعني ايه عشان ما انساش كده، لها جدول هنا خاص بالمديول، يعني اقول لك المديول من كام لكام، الكي بي اللي هو الكي اس، يعني الكي بي او الكي اس بكذا. كل ما المديول بيزيد كل ما الكي اس او الكي بي مالها بتقل، المفروض انها بتقل. طيب والكي ام لسه قايل لك دلوقتي، الكي ام اللي هو اللود ديستريبيوشن فاكتور اللي هو داله مع فيس ويدث، والجيومتري فاكتور اللي هو خاص اصلا بابعاد السنه كلها، ابعاد السنه طولها وعرضها وارتفاع داله كده، بيحسبوا التاثير بتاع الجيومتري فاكتور، وحطوا برضه في جداول استخدامه مباشره في المراجع الجديده، عاملها تشارتس ومعادلات. هلا هنا جايبها لك برضه هنا، يقول لك مثلا كام سنه مع الشا مع كام سنه، يعني البنيون كام سنه، مثلا قلت لك مثلا البنيون 18 مع عشا مع 25، والله تقول لي يبقى الجي بتاعته او الفورم فاكتور بتاعه او الجيومتري فاكتور بي بوينت 3.3 مثلا 2.14 وهكذا. لو قلت لك 26 مع عشا مع سنه واحده مثلا، يعني يبقى الجيومتري فاكتور بكذا وهكذا. خلاص يا شباب، طبعا هو مديك الجيومتري فاكتور مع زاويتين بتوع البريشر انجل، زاويه 20 والزاويه الثانيه 25. قلت لك قبل كده في عندي ثلاث زوايا في التروس مشهورين جدا، اللي هو ال 20 وال 25 وال 14 ونص، ودي الزوايا الاشهر في نقل الباور من بين التروس يعني. عشان كده هو جايب لك ال 20 وجايب لك برضه ال 25 او الزاويه الثانيه 25 يعني. برضه نفس الكلام، يبقى هيقول لك في المساله البريشر انجل بتاعتي 20، اشتغل مع الجدول 20. 25 يبقى انت شغال مع مين؟ مع زاويه 25. خلاص كده يا شباب. طيب لسه ايه في المعادله؟ اعتقد ما عادش حاجه، كل حاجه موجوده. طيب لما تيجي تحسب السيجما الاوبل اكوردنج الفتيج، انا بحسب دلوقتي على الفتيج، يبقى انا استخدم المعادله رقم 2 اللي هي بتقول السيجما الاوبل بتساوي السترينث بتاع الماتيريال مضروب في الكي ال على الكي تي في الكي ار. ايه الكلام ده؟ الاس تي يا شباب ده ماتيريال بروبرتي، ماتيريال خاصيه من خصائص الماتيريال يعني، او اللي هو الماكسيمم فتيج ستريس الماتيريال بتقدر تستحمله. طب ده بجيبه منين؟ الاس ده هتلاقي له شارت برضه هنا كده اهو، الاس تي له معادلتين عند الماتيريال اللي بنشتغل عليها، هيقسمها لك اتنين جريد، جريد واحد وجريد اتنين، اشهر ماتيريال شغالين عليه. لو قلت لك في المساله هي جريد واحد تشتغل مع المعادله بتاعت جريد واحد، ادي المعادله ممكن تشتغل المعادله على طول. قلت لك جريد اتنين تشتغل مع المعادله اتنين، يعني مش محتاج تروح هنا للشارت وتحدد نقط وتجيب من على الشارت، لا خد المعادله على طول. يعني قلت لك جريد واحد روح لجريد واحد. انت عايز ايه في المعادله ده عشان تحسب الاس تي؟ ده انا محتاج الاتش بي اللي هو الهاردنس برينل، الهاردنس برينل تمام كده. فهو بيديلك في المساله يقول لك الهاردنس بتاعت الماتيريال قد كده تمام، فتعوض تجيب الاس تي مباشره يعني. لو قال لك جريد 2 يبقى انت بتروح تجيب الايه من جريد 2. طبعا الاستريس اللي طالعه ميجا باسكال، كل الاستريسز بتاعتي او كل اليونتس بتاعتي في الجزء ده هيبقى هنشتغل بالاس اي يونتس. طيب تعال نرجع كده تاني، خلاص حسبنا الاس تي. طب ايه الكي تي والكي ار؟ الكي تي تاثير التمبريتشر، ولو هو طبعا هو مالوش جدول هنا، لو هو اف نوت جيفن خده بواحد. طيب الكي ار ده تاثير الريلابيلتي، ولو هو نوت جيفن برضه خده بواحد، لو ما ادكش الريلابيلتي طبعا هو برضه هو الجداول، وللامانه يعني هو الواحد ده عنده 99% ريلابيلتي، اقل من كده المفروض ان هو بيقل، اكتر من كده المفروض ان هو بيزيد، يعني في ريلابيلتي بتوصل ل 9999 من 10000، 9999 من 10000 بتوصل ريلابيلتي للرقم ده، بتبقى تقريبا الفاكتور بتاعها اللي هو الكي ار بيبقى رقم برضه تقريبا 1.5. الفاكتورز دي ملهاش عندك في الجزء ده جداول، اف نوت جيفن خدها بكام؟ بواحد. طب والكي ال ده بيسموه اللي هو البندنج ستريس نمبر، ده اللي هو خاص بالريفوليوشن، يعني الترس ده هيلف كام ارب ام، برضه له جداول اللي هو تشارتس وكداول، برضه اف نوت جيفن برضه هاخده بكام؟ هاخده بواحد. يبقى لو في المساله ما اداش اي حاجه من الاثنين دول خده بكام؟ هاخده بواحد. خلاص كده يا شباب جميل. بعد كده الفاكتور اوف سيفتي تقسم ده على ده، المفروض ان هو اكبر من او يساوي الواحد، اكبر من او يساوي الواحد. طيب لو انا يعني في المسائل اللي جايبها دلوقتي هتلاقي معظم الفاكتورز دي انا مش عارضها لك، يعني هتلاقي الكي ال والكي تي والكي ار انا مش مديها لك،
خلاص كده، فهناخدها بواحد، او ممكن تاخدها مثلا من 8 من 10 لعند واحد يعني كما يترى ليك. فانا ممكن اخدها كده ساعات وكده ساعات، ما فيش مشكله خالص طالما انا اللي هفرض فما فيش مشكله. طيب تعالى ناخد مساله على الثلاث قوانين دول كده. بيقول لي عندي a speed reducer has 20 degree fall densities، يعني عندي pinion او مخفض سرعه، يعني البريشر انجل بتاعته 20 درجه، يبقى انا هشتغل مع الجداول اللي هي الفاي بتاعتي ب 20 درجه. كام سنه للبنيون؟ 20 تيس سبير بنيون طبعا. بيلف في الجير كام سنه؟ 50 تيس. الماتيريال بتاعت الكاست ايرن. الهورس باور اللي انا بنقله 9 كيلو وات. البنيون سبيد 1200 ار بي ام. المديول بتاعي 3 ملم. الفيس ويتس 38 ملم. عايز البندنج ستريس والفاتيج ستريس والفاكتور اوف سيفتي باستخدام مين؟ باستخدام اجما. جميل، تعال نجيب الاول بس كده البندنج ستريس. فانا هات لك المعدل. البندنج ستريس هيساوي تانجنشال فورس مضروبه في الكي اي على الكي في، مضروبه في الواحد على الام في في الفيس ويت، مضروبه في الكي اس في الكي ام على الجي. وتعال نشوف كل حاجه بتعبر عن ايه كده. زي ما قلت الاف تي اللي هو التانجنشال فورس، وقلت لك دي علاقه منين؟ دي علاقه من الباور. انت عارف ان الباور بيساوي الاف تي في الفي. يبقى انا محتاج احسب الفي ومعايا الباور، يبقى الفي بتساوي باي دي ان على 60. جميل، هيساوي الدي عندي يا شباب. هو مديني في المساله دي، هل قال لي اي دايمتر سواء بينيون او جيرز؟ مش مديني، وده في الغالب اللي هتلاقيه، يعني هو في الغالب ما بيديش دايمترات للتروس. طب انا احسبها ازاي؟ في عندي علاقه مهمه جدا جدا جدا، بتقول ان الدايمتر بتاع الترس بتساوي المديول بتاعه في عدد اسنانه اللي هو الزد. المديول ثابت للبنيون والجير، المديول ثابت عندي. طب لو انا عايز احسب القطر بتاع البنيون، يبقى احط هنا دي واحد او سميها الدي بتاعت البنيون، بتساوي الام في الزد بتاعت البنيون على تروس البنيون. لو انا عايز احسب الدي او الدايمتر بتاع الجي بتاع الجير، يعني ده هيساوي الام في الزد بتاعت الجير. طب انا عايز دلوقتي احسب الفي ديت من عند البنيون ولا من عند الجير؟ الاثنين سيان، الاثنين واحد، السرعه الخطيه واحده. بالتالي هقول باي دي ان، لو انا قلت هنا الدي واحد يبقى هنا ان واحد اللي هي البنيون يعني مع الار بي ام بتاعته. لو انا هقول دي اتنين يبقى ان اتنين. الدي عندي بكام؟ احسبها المديول بتلاته والزد ب20، يبقى الديامتر 60 ملي. لما اجي اعوض هنا لازم السرعه متر بير سكند، وبالتالي 60 دي اضربها في 10 اس سالب 3. خلاص كده تمام جميل. يبقى انا طلعت مين؟ طلعت الفي. يبقى باي دي واحد ان واحد على 60، حسبت الفي. طبعا الان عندي بكام؟ ب 1200 ار بي ام، ما تحاولش فيها حاجه. يبقى الان ب 1200 ار بي ام، الدي حسبتها، الباي موجوده، ال 60 موجوده، احسب الفي. حسبت الفي، الباور عندي 9 كيلو وات، اضربها في كام؟ في 10 اس 3 عشان تبقى وات. يبقى انا حسبت الاف تي، الاف تي اللي هي الباور على الفي. جميل، يبقى انا اف تي حسبتها. طب والكي اي؟ تعال نروح للجدول بتاع الكي اي. زي ما قلت لك هو ده في السترينث بتاعت الماتيريال. ادى الكي اي. الكاست ايرن عندي الالتيميت سترينث بتاعته بكام؟ طبعا هي اقل من 400، اقل من 400. الكاست ايرن الالتيميت سترينث بتاعته اقل من 400 يا شباب، وبالتالي اقل من 400 يبقى اخد الكي اي بكام؟ ب 8 من 10. زي ما قلت لك دلوقتي اللي اقل من 400 ميجا باسكال يبقى اخد الكي اي بتاعته بكام؟ ب 8 من 10. جميل، يبقى الكي اي ب 8 من 10. ده الكي اي. طب الكي في؟ اوريدي انت حاسب الفي، وانت عارف ان الكي في بتساوي
افتح جذر كبير كده 78 على 78 زائد جذر 200 في. الفي عندك موجودة، تمام؟ الفي موجودة، عوض هنا الفي زي ما هي متر بير سكند، ما تعملش فيها أي حاجة، عوض هنا جبت الكي في، فتطلع الكي في تقريبا تطلع 68 من 100. طب المديول؟ ما المديول 3. طب والفيس ويتس؟ 38. طب والكي اس سايز فاكتور؟ مع الفيس ويتس اروح اجيب الكي اس، يعني هتلاقي في هنا جدول للكي اس اهوت. خلي بالك عشان هطلع جدولين هنا، بتاع السبير جير والجدول اللي بعده بتاع مين؟ الهيليكال جير. فانا شغال مع سبير جير، فهقول والله الفيس ويتس بتاعت 38، فانهي رينج هنا؟ ده من 0 ل 50، وبالتالي في عندي قيمتين. اخد ده ولا ده؟ انا لو ما حددتش في المساله يبقى انت حر براحتك. هل هو يعني بريسيجن جير؟ هل هو ترس الديفليكشن فيه قليل وتثبيتاته كويسه و الكلام ده؟ ولا يعني الاكيروسي بتاعته قليله شويه؟ تمام كده؟ خلي بالك ودي برضه موجوده معايا، لان دي لكل الحالات، دي لكل الحالات. فانا ممكن اشتغل على يعني ايه 1.6 ان هو الترس بتاعي كونتاكت ستريس اسوأ ما يكون، يعني لما يكون الفول الكونتاكت على الفول ويدث كله. ممكن اخد ده 1.6، ما فيش مشكله. لو واحد خدها 1.3 ما فيش مشكله، فهو في المساله ان شاء الله هيجي يحدد لك اي كونديشن من الثلاثه. فاجي هنا كده اخد ايه 1.6، بالكي اس ده 1.6. طب والكي ام الكي ام اللي هو اللود ديستري، احنا اسف احنا خدنا الكي اس، احنا ده الكي ام، كي ام 1.6، 1.6، تمام. الكي اس احنا كنا لسه ما حسبناش شباب ولا ايه؟ الكي اس ما حسبناش تقريبا. الكي اس اهوت، تمام. الكي اس لسه ما حسبناش. فالكي اس المديول بتاعي بكام؟ ب3. فاروح اخد الكي اس بتاعتي بكام؟ 0.956، تمام. يبقى الكي اس 0.956، جميل. طب والجي؟ لسه اخر حاجه الجي، قلت لك الجي ده برضه جدول مع زاويتين، يا اما 20 يا اما 25. اروح للجدول اللي هو 20 اللي هو مديني الزاويه بتاعتي 20، هنا الزاويه 20 فول ليبس كمان. عدد السنان هنا بيقول لي كام؟ 20 سنه. هرجع تاني المساله معلش عشان بس ما اعرفش نرجع كده. هو كان بيقول لي كام سنه؟ 20 سنه مع 50. 20 سنه مع 50، يبقى اروح للجدول 20 سنه مع 50 واشوف هل هو موجود ولا لا، لان ساعات ما بتبقاش موجوده ابقى اعملها انتربوليشن يعني. فاقول 20 سنه موجود البنيون اهوت، تمام. في 50 في الجير، في 50 ده كويس قوي. يبقى انا امشي كده، امشي 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 لعند ما اوصل لل 50. يبقى ده كام؟ الجي بتاعتي 0.35804. خلاص كده يا شباب. طيب لو الجي بتاعتي مش موجوده، يعني مثلا لو قال لي 20 مع مثلا مع 60 مثلا، مفيش هنا 60 في الجيل، فلازم اعمل انتربوليشن. اخد الصف ده كده اللي هو ال 20، ال 60 وقع ما بين ال 50 وال 58، اعمل انتربوليشن ما بين ال 50 وال 58. وقلت لك قبل كده ازاي بنعمل انتربوليشن، تمام كده؟ طيب جميل. نرجع بقى تاني نشوف الايه؟ لسه ايه تاني مجهول في المعادله؟ كده خلاص؟ مفيش حاجة مجهولة تقريبا. تمام كده، كل حاجة جبنا الجي والكي اس والكي ام، اضرب ده كله طلعت مين؟ السيجما بيندنج. طيب الحاجة اللي بعد كده عايز احسب السيجما،
قال له هو according to مين؟ to strength. ناخد بس كده اللون ناخد ده مثلا. لازم احسب ال ST الاول، احسب ال ST. طبعا انا مش مديك هاردنس هنا في المساله، فانا ممكن ازودها لك. ممكن اقول لك مثلا الهاردنس بتاعتي احطها في المساله مثلا ب 200، واحسب ال ST. اروح للايه، لل ST هنا، اقول لك الهاردنس بتاعتي ب 200 برينل هاردنس، تمام. والجريد بتاعي جريد واحد، حابب ازودها لكم معلش في المساله نسيت ازودها لكم، فهقول ايه جريد واحد والهاردنس بتاعتي 200. فانا جريد واحد هاخد المعادله ديت، احط الاتش بي الهاردنس برينل ب 200 واعوض في المعادله دي، تمام. اطلع مين الاس تي. خلاص كده يا شباب. تاني يعني كل اخد الجريد اللي انا قايل لك عليه مثلا جريد واحد، واحط الهاردنس بتاعتي ب 200 واعوض في المعادله اللي هي سالب 274 زائد 167 في 200 ناقص 152 من 1000 في 200 تربيع، واطلع مين الاس تي. تمام، جبت الاس تي، جبنا الاس تي، جميل. الكي ال حطها بواحد، نوت جيفن. الكي تي التمبريتشر فاكتور حطها بواحد، والكي ار الريلابيلتي فاكتور حطه بواحد. يبقى ده كله كده ممكن تحطه بكام؟ بواحد لو هو مش جيفن. يبقى طلعت سيجما الاوبل، وبعد كده اقسم السيجما الاوبل على السيجما بيندنج اللي انت حسبتها. المطلوب ان انت جبتهم مرسومهم على بعض، ولازم يكون ده اكبر من كام؟ اكبر من او يساوي الواحد. ما ينفعش الفاكتور اوف سيفتي يطلع اقل من الواحد. دي المساله الاولى. المساله الثانيه نفس الكلام بالظبط، بيقول لي برضو عندي ستيل سبير بينيون 16 تيس، عندي سنه 16 تيس، الزاويه بتاعتي 20 درجه، فول ديب سيستم، المديول بتاعي 8 ملم، الفيس ويتس 90 ملم، البينيون روتيتس 150 ريفولوشن بير مينيت، بينقل 6 كيلو وات. وات از ريزلت بيندنج ستريس، وات از ريزلتنج بيندنج ستريس، والفاتيج ستريس، والفاكتور نفس الكلام بالظبط، نفس المساله تقريبا بالظبط، مفيش فيها اي جديد، تكرار. طب تعالى ناخد اللي بعدها كده. بيقول لي عندي فول ديبس ستيل سبير بينيون هاز 20 تيس اند مديول بتاع 2 ملي، ترانسميت نص كيلو وات، السبيد بتاعتي 200 ريفوليوشن بير مينيت، فيس ويتس بتاعتي هو عايزها، يبقى هو عايز الفيس ويتس، ومديني السيجما بيندنج. نفس الكلام نفس المعادله بالظبط، ولكن هو مديني السيجما بيندنج ومحتاج مين؟ محتاج الفيس ويتس. يبقى نفس الكلام، راح احسب الاف تي. هل مديني باور؟ مديني نص كيلو وات، اضربه في 10 اس 3 بقت وات. وبعد كده نفس الكلام احسب الفي، احسب الفي واحسب الدايمتر. طبعا هل عدد السنين بتاعي كام؟ 20 تيس في 2، يبقى الدايمتر بتاع البنيون كام؟ 40 ملم، اضربه في 10 اس سالب 3 عشان يبقى بالمتر، واحسب الفي اللي هي الباي دي ان على 60، الدي ب 40 في 10 اس سالب 3 في الباي، في الان بتاعتي اللي هي ال 200 على 60، طلعت الفي. اقسم الباور اللي هو كام؟ 500 على الفي اللي انت حسبتها، طلعت الاف تي. حط الاف تي كده في جنب، بقى نكمل الايه؟ حساب بتاع الايه؟ بتاع بقيه الكونستانتس، الكي اي والكي في والكلام ده. هل هو مديني اي ماتيريال؟ هل مديني اي ماتيريال؟ مش مديني اي ماتيريال خالص. فانا برضه هبعت لكم هنا الماتيريال بتاعت مثلا ستيل، عشان تقدر تجيب الاس التيميت بتاعتي. هو معظم الجيرز شباب الكومن بتاعهم او الشائع بيبقى ستيل. طبعا ممكن يتعمل كاست ايرن مفيش مشكله، او اي نوع من انواع الستيل مفيش مشكله، تمام. فا يعني ايه، طبعا هيبقى محدد لك في المساله نوع الستيل بتاعك، عشان لما تيجي تروح تجيب الكي اي تبقى انت عارف شغال على سترينث كام. طبعا لو ما اداش ممكن اخد 400 مفيش مشكله، خلاص كده ممكن اشتغل على 600، الجريد بتاعي من 400 ل 600، ده كويس، تمام. كل ما تعلي كل ما يبقى السترينث بتاعك عالي، التيم سترينث يبقى ماده قويه، يعني قويه جدا يعني. خلاص كده يا شباب، تمام. تعوض بكل الايه؟ المعادلات، كل الثوابت، اسف، كل الثوابت تقدر تجيبها. حتى خلاص تقدر تجيب الكي في، الفيس ويتس ده المفروض تحسبه، المديول موجود ب2، الكي اس والكي ام والجي تقدر تطلعهم من الجداول، تحسب السيجما بيندنج. خلاص كده؟ جميل. نفس المسألة برضو اللي هي المسألة رقم 4، عايز برضو الايه؟ المديول، عايز الفيس ويتس، اسف، ترمايز سيتابل فاليوز اوف مديول والفيس ويتس، عايز المديول والفيس ويتس. هسيبكم كده تفكروا فيها،
ولو في اي مشكلة نبقى ايه نعملها مع بعض في السيشن بتاع الاونلاين. تمام يا شباب، ان شاء الله نكمل مع بعض المرة الجاية الكونتاكت ستريسز. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.